صباح الخير مشاهدينا، برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج الحدث لنهار الأحد 23 أغسطس 2015. طلعت ريحتنا لأنه زبالة ملأت شوارعنا، والسلطة الممددة لنفسها بتأجل المناقصة علها تملأ جيوبها. طلعت ريحتنا لأنه المي مقطوعة ببيوتنا وما منشوفها إلا بخراطيم مياه عم تظاهريه. طلعت ريحتكم. طلعت ريحتنا لأنه الكهرباء مقطوعة عنا حتى نبقى بالعتمة وما نقشع شو عم يعملوا النظام الحاكم فينا. طلعت ريحتنا لأنه قصمونا 8 و14 واجتمعوا علينا. اليوم طلعت ريحتكم مجموعة 22 آب اللي بعملية حسابية ذكية جمعوا 8 و14 وصرنا 22. طلعت ريحتكم استخفي وزير الداخلية فأعطى أوامره وغادر قبل بيوم من التظاهرة، وفي مكان يستجم بجزيرة ميكونوس كانت الأوامر تنفذ. ضربوهن حتى يعرفوا حالهم مع مين عم يحكوا. طلعت ريحتكم هن الشعب مش الجمهور وشعاراتهم تمثلنا. طلعت ريحتكم تكت ساعتكم نشفت ميتكم. صباح الخير استاذ مصباح الأحدب رئيس الاعتدال المدني. صباح النور، وانا هي اول مره بسمع لك مقدمه، بالعاده ما بتعملي مقدمات، بس بعتقد انه في ضروره كان انه نعمل مقدمه، لانه بالفعل يعني اللي عم بيصير اليوم هو صار تراكم طويل وطلعت الريحه فعلا. يعني امبارح اللي صار ما في انسان مش بس لبناني يطلع كيف نظام مثل لبنان زعماء تغنوا بثورات وبربيع عربي وصاروا ينتقدوا كيف عم بيحولوا الأنظمة تظاهرات سلمية إلى تظاهرات عنفية. بارح حاولوا يحولوا تظاهرة مدنية مواطنين عزل تحاولوا يحولون لعنفيين. يعني هون لازم عن جد ما بعرف شو بده يصير. في هلأ بحسب المعلومات مؤتمر لرئيس الحكومة بعد قليل، مؤتمر لرئيس تكتل التغيير والإصلاح كمان بعد قليل، إن شاء الله ما يطلع يقولوا غير كلمتين نعلن استقالتنا. رحب فيك، وبداية ننتقل إلى زميلتي كلارا جحا وموجز لأهم الأخبار. شكرا نانسي. يعقد رئيس الحكومة تمام سلام مؤتمرا صحفيا عند 11 من قبل ظهر اليوم في السرايا الحكومية، يتناول فيه الأحداث الأخيرة التي شهدها وسط بيروت مساء أمس خلال تحرك حملة طلعت ريحتكم. وكانت جماهير وحشود طلعت ريحتكم التي بدأت تحركا وتظاهرة سلمية في ساحة رياض الصلح وسط العاصمة بيروت قد وجهت بعد نحو ساعتين على التحرك بعنف أمني مفرط استخدمت فيه القوى الأمنية خراطيم المياه والرصاص المطاطي ثم الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين، ما أوقع عشرات الجرحى بين المدنيين العزل، بعضهم أصيب بالرصاص والبعض الآخر بحالات اختناق وأغماء، كما اعتقل عدد من المتظاهرين، فيما سقط للقوى الأمنية 35 جريحا في المواجهات التي استخدمت فيها الحجارة. وقد تحولت ساحتا رياض الصلح والشهداء إلى ساحتي معارك حقيقية طوال أكثر من 5 ساعات. وبعد أن هدأت الساحات فور إصدار الأوامر بعدم إطلاق النار، أبى المتظاهرون أن يغادروا ساحة الاعتصام حتى بعد الإفراج عن المعتقلين، وأصروا على نصب الخيام حيث باتوا فيها ليلتهم مشددين على مطالبتهم بإسقاط الحكومة وحل مجلس النواب. هذا وانضمت إلى المعتصمين حشود من مختلف المناطق للمطالبة برحيل السلطة السياسية الفاسدة. الشعب يريد إسقاط الحرمية، كلهم سوا، كلهم حرمية، يجون حدا أوادي ليستلموا الدولة، لأنه هذا الحكي اللي عم يحكوه مش مظبوط، لأن النظام ما في شغلة. ما يطلعوا النواب واحد يقول انه هو معلق عضويته، واحد يقف بالنص، يا معنى يا دكتور معلق عضويته، بس كمان خطوه منيحه يعني كمان اللي بيضحك علينا يستاهل، ومش يفوت زعيم يكون هو اخذ عم يطالب بحصه له يقول انه معنا حق، خلص يا يستاهل يا معنى يا ضدنا، يعني ما في رمادي، يا اسود يا ابيض. انا بدعي كل مواطن بحب لبنان انه ينزل على هاي الساحه،
يمكن عدد يلي هون أقل من 1.8 مليون وأقل من 1.14 مليون، بس هني بيتمتعوا بحرية واستقلالية بغض النظر عن كل هالشائعات اللي عم تطلع عن منظمي هالتظاهرة، ولكن هي مساحة للكل حتى يعبروا. أنا نازل بس مشاني، أنا كرمال ابني، ابني عمره 7 سنين، أنا مش عم يعيش ابني مثل ما أنا عايش، أنا بدي بيت على بيت 250 ألف و150 ألف و200 ألف، ما عم بقدر أخذ بيت. أنا بدي أعمل لابني شغل، أنا عم بشتغل ب$700 بالشهر إلي 14 سنة موظف. أنا بس كرمال هيك، كرمال ابني، لا في طرقات، لا في مي، ما عم ننام على البلاط، والله العظيم عم ننام على البلاط من الشوب. نحن عم نطالب بالتحسينات، بدنا تحسينات وما بدنا هذا النظام كله، نظام الطائف، نظام بلبنان عم بيأذينا وعم بيعورنا وعم بيعور كل لبناني، نحن كلنا هلا نزلنا من وجعنا ومن ألمنا، نزلنا لحتى نصعد هذا النظام. مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود طلب من مفوض الحكومة التحقيق في أحداث وسط بيروت أمس وتكليف أطباء شرعيين بالكشف على المصابين. إلى ذلك وثقت كاميرات الفيديو والهواتف الخلوية بعضا من مشاهد إطلاق النار من قبل القوى الأمنية خلال تظاهرات الأمس. الحزب التقدمي الاشتراكي أعلن انسحابه من التظاهرة في وسط بيروت بسبب تحولها من تحرك شعبي شبابي مطلبي محق إلى محاولة لإسقاط ما تبقى من مؤسسات وحكم، وهو ما سيعرض الاستقرار الداخلي والسلم الأهلي للاهتزاز والخطر كما جاء في بيان الاشتراكي. وإذ جدد الحزب تفهمه للمطالب الشعبية المشروعة التي كانت خلف الدعوة لهذا التحرك، حذر من دفع الأمور في اتجاه الفوضى واستغلال لهذا التحرك لتحقيق أهداف أخرى هي أبعد ما تكون عن أهدافه الحقيقية. وزير التربية الياس أبو صعب نال نصيبه من غضب المتظاهرين ليلة أمس، فبعد أن نزل إلى الساحة متضامنا معهم في تحركهم عمد بعضهم إلى طرده رافضين وجود أي مسؤول في الحكومة بينهم. في إطار آخر، انهار اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مساء في مخيم عين الحلوي بين القوى الوطنية والإسلامية بجهود من القوى الأمنية اللبنانية، حيث سقط هذا الصباح جريح جديد برصاص القنص في الشارع الفوقاني في المخيم، فيما استمرت الاشتباكات متقطعة حتى ساعة متأخرة من ليل أمس بين حركة فتح وجند الشام، تخللها إطلاق نار وقذائف صاروخية وإلقاء قنابل يدوية. كذلك لم يهدأ القنص طوال الليل وتركز بين منطقتي الطوارئ البركسات والطوارئ الشارع التحتاني، إضافة إلى منطقة الطيري سوق الخضار في الشارع الفوقاني. وذكرت مصادر فلسطينية أن عدد الجرحى جراء الاشتباكات ارتفع إلى 20، إضافة إلى مقتل عنصرين من فتح. هذا واتخذ الجيش اللبناني إجراءات استثنائية عند مداخل عين الحلوي، خصوصا مع نزوح عشرات العائلات من المخيم إلى قاعة مسجد المصلي في صيدا. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز، عودة إلى نانسي السابع والحدث. شكرا كلارا. قبل ما أبدأ معك أستاذ مصباح، سوف أنتقل إلى ساحة الاعتصام التي هي اعتصام للجمهور للشعب اللبناني وليس للجمهور الحزبي، وبهالمناسبة جمهور وليد جملاط اللي نزل وانسحب من المظاهرة لم يكن أساسا من المدعوين، لأنه المطلوب هو إسقاط كل
من هو مسؤول عن هذا النظام الفاسد، وأكيد النائب وليد جملاط الذي يعني بالنسبة لحملة طلعت رح تكون من أبرز الأشخاص بهذا النظام، فالمطلوب أنه جمهوره إذا نازل لازم يكون داعي لإسقاطه أيضا من ضمن إسقاط النظام. رشال كرم من ساحة الاعتصام، صباح الخير. صباح الخير لك نانسي، صباح الخير أيضا لضيفك وللمشاهدين. نعم رشال، اليوم ناموا ليلتهم شباب مجموعة طلعت ريحتكم بساحة رياض الصلح، شو الجو، شو خطة التحرك؟ نانسي صحيح أن بعض المتظاهرين بات ليلته في هذه الساحة، طبعا يعني عم نحكي تقريبا 10 خيام كان هناك إصرار على البقاء في هذه الساحة وعدم تركها ريثما يكون هناك تطورات في ملف، في جميع الملفات وليس فقط ملف النفايات. سوف أطلب قبل أن أتحدث إلى العديد من المنظمين وقبل أن أتحدث عن النشاط، وإن كانت هناك بعض الإشارة ننسي بأن اليوم هناك كلمة لرئيس الحكومة بعد 20 دقيقة، على هذا الأساس سوف يبنى على شيء مقتضاه، أكان سوف تتطور الأمور أكثر أم لا. عندما نتحدث مع المنظمين يقولون بأن صحيح أنه لم يعد الموضوع موضوع فقط نفايات، لكنه تطور أكثر إلى مواضيع يعني تتداخل بالنظام، تتداخل أيضا بأسلوب الحياة. خليني عمر لو سمحت، بلشتوا بالكنافة، بلشتوا بال، ولا كنتوا نايمين هون ولا هلأ جيتوا؟ لا صرنا زمان، عنا من امبارح. اوكي، اي ساعة، اي ساعة اخر شيء نبدأ، اي ساعة خلوا العالم؟ ما نمنا، ما نمنا، نحن بقينا للأربع هون عم ناكل، يعني هن على 3-4 لما خف الضغط علينا. هلأ بحديت هلأ مرتاحين بس ما قدرنا ننام يعني. طيب وشو الأمل هلأ اليوم؟ هلأ نحن مستمرين بالاعتصام لنحقق مطالبنا، نحن معروفة صارت مطالبنا، نحن الثلاثة في عنا مظاهرة تقريبا، هي كمان رح تكون مثل البارح، وإن شاء الله عملا سقط الحكومة يعني. نحن النظام ما منا يا نظام طائفي، مش مشكلتنا الوزراء، نحن مشكلتنا النظام كامل وزعم الطوائف والطائفية وكل شيء، وإن شاء الله رح نغير. صوتك رايح. الله يعافيك يا حبيبتي. نانسي سوف أنتقل إلى خيمة أخرى، لا أدري إذا كان هناك أشخاص، لا هون ما في أحد، على ما يبدو أن الشباب أصلا متواجدين في أكثر من مكان. عربي حدثتك من اللي شارك مبارح، وبدي أقول من منظمين ولا من شوي المنظمين بس أقله أنت بالجو من هالمواطنين المشاركين، من هالمواطنين اليوم شو الوضع؟ يعني لحديد هلأ الساحة بلشوا يوصل العالم ولكن مش بالشكل اللي كان فيه مبارح، شو نطفين؟ الأول من المبارح من الأساس كان الحكي أنه على الساعة 11 بده يحكي اليوم رئيس الحكومة، حنسمع له هلأ، حنلتقي فيما بعد ونتفاهم فيما بيننا شو ممكن تكون الخطوات اللاحقة. هلا اول واضح انه في شيء مفتوح، الواضح انه يعني هو من امبارح اصبح المطلب استقاله الحكومه وحل مجلس النواب والى اخره. طيب بس عربي خلينا نوضح شغله، في بعض اللبنانيين بيقولوا طيب استقاله الحكومه لمين؟ لمين بده يستقيله وكيف بترجع تشكل حكومه ثانيه؟ هلا هون في كذا طرح، فانا ما بدي احكي باسم يعني اي طرح من الطروحات. هلا ممكن في مليون مخرج للمساله يعني مش الموضوع واقف انه عند لازم تتقدم الاستقاله. الطرف الاخر عم بيقدر يستنزفكم بهالنقطه انه عندكم تسقطوا حكومه لوين تروحوا؟ ممكن تتشكل حكومه، هي بتصرف اعمال، تتشكل حكومه انتقاليه في مجلس نواب ممدد لنفسه فارض حاله بامر الواقع، قادر هو يعطي ساعه او ما يعطي ساعه، قادر يعلي قانون انتخابات، قادرين يدعوا لانتخابات، قادرين مليون مساله يعملوها. هلا في خيارات، في البعض عم بيقول بنبلش بقانون انتخاب اقراره على اساس النسبيه ليتامن بدايه يعني اعاده تكوين للسلطه، في حدا عم بيقول بلا حتى قانون النسبيه هودي لازم من بكره يستقيلوا معاش نامن لهم بشيء، في حدا عم بيقول فينا نفرض نحن تشكيل حكومه انتقاليه فيها بعض الناس الموثوقين خارج الاصطفافات والتكوينات المعتمده عليها تشرف على هذا الشيء، في البعض ممكن كمان يمشي بحكومه عسكريه، فواحد ما في يجي يقول انه هيدي المجموعه بتتبنى هيدي بدها شيء من التفاهم. السقف الجامع للكل اللي كانوا امبارح هو انه نحن فقدنا اي ثقه بانه هودي بيطلع منهم اي شيء ايجابي، كل هيدي السلطه بكل تكويناتها، هلا المخارج وكيف الحل وكيف بيوصل هذا الشيء كثير واضح. نعم هذا شيء مش كثير واضح يعني كتفاهم. طيب في ايضا الجرحى، هل قدرتوا تطمنوا عليهم تشوفوا شو وضعهم؟ خرجوا غالبيتهم؟ ايه هلا في حكي عن واحد او اثنين بعدهم وضعهم يعني دقيق، بس هو بشكل عام على كثره الناس المشاركه يكون يعني يكون اكيد في كثير من الجرحى او من اللي توقفوا امبارح وقيل لنا انه الكل ظهر
كثير منهم اصلا مش ما بنعرفهم يعني، وخاصه الناس يعني يلي مشاركه دائما على مدى كل هالسنين من التحركات، في ناس جديده اجت وتحمست وطاحشت وشاركت، فصار عمليه احصائهم ما كانت سهله يعني. هدول الاشخاص الجديد اللي حكيت عنهم عربي، خليني انتقل مدام انتبهنا وقلت لك انه كنت بغلة تغطيتنا ولا مره شفناك، هل هيدا اول مره بتشارك كنت فيه؟ نعم امبارح كان اول مره بشارك بمظاهره، لانه ما يعني ما كان عندي امل باي نوع من التغيير. لما الناس كانت تنزل قبل، انا بحترم الديمقراطيه وحريه التعبير عن الراي، بس انا بعرف انه ما في زعيم طائفي سياسي بلبنان بيمثلني مثل العديد من الناس اللي شفناهم امبارح. يعني كان بلشت من اول التظاهره ولا بس شفت بلش عمليات الضرب؟ انا من اول التظاهره، وبالعكس اول مره بتحمس هالقد من خلال السوشيال ميديا يعني. واليوم شو املك؟ املي انه هيدا تتحول ثوره حقيقيه، ثورة عن جد حقيقية، لأنه العالم تعبت من مساطر نواب ووزراء ويكابونا من 40 سنة لهلأ، وقتها بيتخانقوا بيقتلونا، وقتها بيتصالحوا بيسرقوا البلد. وإجا الوقت نقول لهم كفى سرقات، كفى هدر دم العالم، وإنه العالم منهم غنم، العالم الشعب اللبناني هو شعب بيفهم مصلحته كتير منيح، يشاركونا بالعمل السياسي والعمل. رئيس الحكومة بعد ربع ساعة عنده كلمة. أنا بتمنى إنه رئيس الحكومة يستقيل، مش شي ضده، أنا بعرف إنه هو ابن بيت، هو حدا آدم كتير، ومطرحه مش مع ولكن مطرحه مش مع الزعران اللي عم بيتقاسموا غلات البلد، والزبالة هي سامبل صغير عن السرقات وعن الصفقات اللي عم تنعمل على حساب صحة المواطن وبقائه بالبلد. نعم رشاد، حضرتك قلت لي جاي من طرابلس. صحيح. نانسي وان كان يعني قلت لي جيت من طرابلس وعندك رساله محدده. صحيح. يعني صحيح. انت شو تقول؟ اول شغله انا باختصار عم احضر، كنت الجديد، شفت القمع وشفت الغضب اللي صار عند شعبنا، انتفضت وجيبت عائلتي كلها معي، بناتي وابني الوحيد ما عندي غيره. انا بقول وين شعب لبنان؟ كنا بالسبعين ننزل كرمال فيتنام وكرمال النيكاراغوا وكرمال السلفادور بالمئات الالوف ايام معروف سعد وكمال جنبلاط، اليوم كرمال الزل اللي عم يزلونا اياه هالسلطه السياسيه. نحن ما بقى فينا، كفرونا بكل شيء، لا علم لا ادويه لا زباله لا صحه، كل شيء بهالبلد صار مدمر علينا، ما بقى فينا، كفرنا فيهم. لازم لبنان، لازم شعبنا ينتفض ويقول لهم كفى خلاص سوروا. هو وجه كلمة للمسؤولين باختصار للمواطنين يلي بعد ما وصلوا على ساحة رياض الصلح، شو بختار لهم؟ اولا قبل المواطنين بدي اقول للمتحركين، يجب ان نستمر ولا نتوقف، يجب ان نحافظ على وحدتنا، يجب أن نطرح برنامج واقعي للمعركة حتى ما ننتهي كما انتهينا في معركة إسقاط النظام السابق. أعطينا أول فكرة منه لو سمحت. أول فكرة، حكومة انتقالية، ثم قانون انتخاب على أساس النسبية، ثم انتخابات وتجديد السلطة. هذه السلطة كما هي قائمة عاجزة عن أي إصلاح. شكرا لك. نعم رشاد. أيضا ننسي لابد من الإشارة لو سمحتوا، بس العسكر لا يزالون يتواجدون أمام السراي، القوى الأمنية بطبيعة الحال تحيط السراي الذي بعد قليل سوف يكون هناك كلمة لرئيس الحكومة. طريق التي تؤدي إلى ساحة رياض الصلح وهي طريق شارع المصارف بطبيعة الحال هو مكفل، الطريق التي تؤدي من ساحة الشهداء هي مفتوحة طبعا للمرة، السيارات بإمكانهم أن يسلكوا الطريق يعني جنوبا نحو ساحة الشهداء. هذا هو المشهد. بس أنا بعرف سألك سام إلك فترة، بس لو سمعت عش سوينا أنه نسلي من هو لرئيس الحكومة عندك، لأنه عندكم النشاط كيف؟ نحن النشاط معنا تأجل بناء للظروف الراهنة، أطول عالم لبناني. طب ليه ما لجنه النجوم ندعيهم، بس نحن بالنسبة لنا بعد ما اجتمعت الكوميتي تتاخد قرار. العالم اللبناني جاهز، ساحة الشهداء جاهزة، كل شيء، بس نحن حنضطر عبر نيو تي في نقول لكل الشعب اللبناني اللي نحن داعيينه ان نحن اجلنا والوضع اللي ما بيسمع. العالم اللبناني ما بيجوا بتحطوه هون بالشارع وبتضعوا كل هالفنانين يلي موجودين ببيوتهم ايضا ينزلوا؟ هيدا الشيء رح يصير، بس بدنا ناخذ شويه وقت، الكوميتي مجتمعين هلا، بس انا نزلت على الارض لبلغ العالم، لانه فيك شايفه في شباب في صبايا في ناس كثير. نعم رشال. لا 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 لا، انا باكد لك انه نحن قريبا جدا نقدر ناخذ قرار الكوميتي اليوم هو التحرك سام.
هي المشكلة. إن شاء الله خير. شكرا لك. نعم رشاد. ننسي طبعا سوف نوفيكم بكل تطورات في الساحة بانتظار كلمة رئيس الحكومة، على أساس سوف يأتي المتظاهرون للانضمام إلى الأشخاص متواجدون الآن في ساحة رياض الصلح فقط. ننسي شكرا جزيلا رشاد، وطبعا نحن سنعود إليك يعني لمتابعة تحرك المعتصمين لا سيما بعد كلمة رئيس الحكومة تمام سلام. قبل ما أبدأ معك، يبدو أنه رئيس تكتل تغيير وإصلاح يعني طلع على الهاتف مع الزميل الأو تي في وأدلى بموقفه، نستمع إلى أبرز ما قاله العماد ميشيلاون. توعيهم ونضجهم في المنادات بالمطالب الحياتية الملحة والمحقة التي نؤيد، كما دلوا على مفاصل الخلل في ممارسات الأكثرية الحاكمة. ثانياً، ندين التعرض للمتظاهرين بالعنف وإطلاق الرصاص الحي، ونطالب بتحديد المسؤوليات السياسية والمسلكية فورا والمساءلة والمحاكمة، وهو ما لن نتساهل فيه وسنبني عليه خطواتنا اللاحقة. ثالثا، نحذر الأكثرية الحاكمة وأجهزتها كافة من استغلال هذه الحركة الاعتراضية النبيلة لتحقيق مكاسب سياسية والاستحواذ على دلالات هذه الحركة للإمعان في تسلط هذه الأكثرية وإنكار الشراكة الوطنية. رابعا، إن كل سلطة لا تملك شرعية الشعب الذي ينتخبها ولا تتقيد بقانونية القرارات الصادرة عنها، إنما تعمم الفوضى وتضرب الاستقرار. أستاذ مصباح الأحدب، بداية ليه منزلت مع اللبنانيين إلى ساحة رياض الصلح وساحة شهداء مع مجموعة طلعت ريحتكم؟ حضرتك نايب سابق، صحيح، منك اليوم بالسلطة. نعم. ليه منزلت؟ لا، أنا بفضل أنه ما يكون في سياسيين، خلي الناس هي تتحرك. أنت بتعرفي أنه، والكل بيعرف أنه أنا من فترة ومن عندكم هون كنت عم بحذر من أنه نوصل لمراحل من هالنوع. يعني لما بيصير في مظاهرات عندنا بطرابلس وبيتقوس ب 12/7 على العالم، والسلطه بتعتبر انه هذا شيء طبيعي، وهلا عم نسمع الجنرال عون، طيب ليه وقتها ما تحركتوا؟ ما معكم خبر؟ هلا اكيد كله كان معه خبر، ولكن صارت وكانه هي محاربه ارهاب او محاوله للقول بانه هدول الجماعه للكب. سمعنا كلام سيء، يعني انا بعرف انه هذا الكلام ليس صادر من قبل المسيحي اللبناني، ولكن في تكفير على كل المستويات. لما بيجي بيقول لك هدول مجويين بدهم 100 زوم حتى نعيش معهم، طيب شو عم تعملوا؟ انتم عم تقسموا البلد، عم تخربوا البلد. هذا طبعا ما انا كلام للمسيحيين ولا كلام ولا تعاليم سيدنا المسيح، ولكن هيدي السلطه يلي كل واحد بيجي بيحمل مسؤوليه على الثاني وكلهم مشاركين فيها. صراحه لو كنت اليوم بالسلطه، يعني اساسا يعني حضرتك كنت نائب، ربما لم تتحمل مسؤولية وزارية مباشرة، كنت بالمعارضة بفترة طويلة أيضا من فترة نيابتك، لو كنت اليوم بالسلطة وشفت مشهد 22 آب فعلا، شو لازم واحد يعمل؟ يعني المسؤول بهكذا لحظة شو لازم يعمل؟ أول شغلة لازم يعملها هي شو؟ بيستقيل طبعا. بس قبل تقلك ليش؟ لأنه بالآخر اليوم كتر خيرهم وبرافو عليهم وأنا بهنيهم، ومين ما كان يكون بيقولوا لك خلفيات، ما فرقة معي شو الخلفيات. اليوم يلي عم بينزل حتى يحكي بمطالب محققة، يعني أقل ما يكون الناس تيجي تنزل تتعرض تنتفض على وضع زبالة أو على وضع الأمني والمعيشي. لهلأ نحن عنا، كنت استقلت من قبل لأنه قبل ما نوصل لهون، لهلأ في عندك ناس عم تاكل قتل بالسجون، والوزير الداخلية ما تحاسب فعليا، جاب قال هو عمل لجنة تحقيق، طلبنا بتقصي حقائق مصارت، طلبنا بلجنة متابعة مصارت، ما في شيء. هلا بيعتبروا انه هيدي شغله طبيعيه بهالطريقه. وزير الداخلية بالامس اعلن انه هو خارج لبنان وانه لم يعطي الاوامر. ما بيقدر يكون وزير داخليه منه مسؤول. مين مسؤول؟ لكن دائما بيجيبوا 2-3 ضباط بيحطوا المسؤوليه فيه. من اطلق النار يعني، هي دائما هيك عم بتصير. اول مره بتصير بالغلط يعني. شو صار بسجن رومي؟ شو صار باحداث طرابلس؟ شو صار بكل الناس اللي بعدها لهلا موقوفه؟ هلا امبارح توقفوا ناس وبرافو عليهم تبعهم 22 عم بيطالبوا باخراجهم من السجن. معك خبر في ناس لهلا بعدها مسجونه لانه تظاهرت بطرابلس؟ طرابلس الحقيقيه هي الناس اللي نزلت امبارح تتعاطف مع كل لبنان، لانه بالاخر
نحن جربوا البعض يقولوا انه هيدول كلياتهم بما انه سني فهن ارهابيين لانه مع المعارضه السوريه. شو الحكي هذا؟ الارهابيين هن يلي قاعدين بالسلطه وعم بيتقاسموا الجبنه بحين في امور كبيره جدا لازم تتاخذ بعين الاعتبار، لازم يتاخذ قرارات كبرى لمعالجه الوضع. الحل بلا ما يقولوا انه بدنا ننتبه شو في خلفهم او شيء، عالجوا المواضيع. بدو قصة زبالة، بدو قصة كهرباء، خلصونا من الشباب اللي موجودة بالسجون بطرابلس. شو هالحكي هذا؟ انه منأمن لهم والله انه مننقله من سجن لسجن عم نعمل له خدمة او نعمل له مساعدة عم نعمل له خدمة؟ هيك بلشت. وتذكري من عندك نانسي قلت لك انه اذا بدنا نقبل بالامور اللي صارت عنا هيدي بدها تنطلي على باقي الاراضي اللبنانية. اليوم بدنا ننتبه، النظام شيء والسلطة شيء اخر. هلا اذا بدك تغير النظام بهالحالة مين بده يرجع يأسس نظام جديد؟ نفس الوجوه يلي نحن بدنا نخلص منها؟ لا، بدك تقولي بدنا نغير السلطة وبيرجع يصير في انتخابات، بدنا نحط خارطة الطريق. ولكن في مين معتبر انه فوق المحاسبة انه بما انه في قرار للاستقرار اليوم؟ بس هيك اليوم كمان في نظام فعلا هو غير نظامي اساسا. يعني اليوم ما فيك تقول انه بال 2015 بس السلطة كان بس هدفها انها تضرب الكهرباء، في نظام انعمل لكي تصبح الكهرباء بهيدا الشكل، في نظام انعمل لحتى نشوف الزباله بهالطريقه. حتى امبارح محاولات خرق التظاهرات بتصاريح سياسيين وبجمهور سياسي اسمه جمهور هيدا الشريحه هي نظاميه من قبل مسؤولين لطالما امتهنوا خرق التظاهرات. فيعني ما هن معروفين الناس كيف بيقولوا الشمس طالعه امبارح في شاب شفته على التلفزيون عم بيحكي قال لهم يا عمي اطلعوا من الخندق ما تجوا تقعدوا معنا بالخندق. من قالكم تجوا لعنا يعني؟ انه بالاخر اليوم بتلاقي بيطلعوا بيمشوا بمظاهرات للمطالبه بالحقوق وبالما بعرف شو الى اخره، وهن اللي قاعدين بالسلطه وبيقولوا لك طيب شو بدنا نعمل؟ شو بدكم تعملوا؟ هيدا الحفاظ على الاستقرار، هيدا منه حفاظ على الاستقرار. الحفاظ على الاستقرار هي معالجة مواضيع الناس خاصة بهالظروف الصعبة، هي العودة لاحترام المواطن بهالمرحلة، هي النظر الاستشراف كيف بدك تحمي لبنان من اللي عم بيصير عبر الحدود. هو هذا الاستخفاف بالشعب اللبناني. يعني لما يكون معروف انه في تظاهرة نهار السبت وكل هالقوى الأمنية محضرة، ما في وزير عنده مسؤولية يسافر قبل بيوم ويقول أنا خارج لبنان. لما يكون في معروف أنه زبالة أكل البلد، ما في وزير يطلع يأجل المناقصات أسبوع أيضا ويقول نحن بعد في أمور تقنية. مش مقبول بقى أنه هالقد فكرين أنه الناس فعلا ما منقبضهم، نحن منتحركهم، هيدا الجمهور اللي نحن بزقف لنا. ما في محاسبة. بس هيدا عم بيوصل أنه عم تكبر التظاهرات طبعا. يعني هن مستخفين بعالم فاكرين انهم فعلا بيقدروا يحركوهم بالريموت كنترول. يا ستي اكيد، لانه برجع بقول لك ما في محاسبه. الفلوم اللي شفناها كيف بدك تحاسب؟ هن من عينك تحاسب، ما مخليين لك مجال انك تحاسب. انظمه انتخابيه على شكل النظام، ما في انتخابات بقرروا، ما في انتخابات بمددوا لحالهم ولا غيرهم. يعني في شيء صاير بالبلد عجيب غريب فعلا. طبعا ما عم بقول لك هيدا اللي بيعتبروا انه بما انه هلا في رغبة أو ما في حدا عم بيحاول يعمل ضعضع على الوضع بلبنان فمطلوب استقرار، فهن مضمونين بأمكنتهم. بس أنا ماني شايف الأمور هيك أبدا، لأنه بالآخر يلي عم بيصير هو كل المعطيات اللي قلتيها هلا للوصول إلى عدم الاستقرار. لأنه بالآخر الناس بتفجر لما واحد عيشه الكريم ما عاد متاح، ما عاد مقبول. ما يعني ما بدنا نفوت بالتفاصيل اللي كل الناس حكوها، بس اللي بدي أقوله أنه بالآخر في شيء بينعمل. في شو اللي بينعمل فعلا؟ شو اللي بينعمل؟ يلي بينعمل بكل بساطة هو انه يكون في طرح لنقاط واضحة. هلا اليوم الشباب نازلين، لازم يكون في نقاط واضحة حتى ما تجي ما بس بالشكل ما بدك حدا يستغلها، بالمضمون ما بدك حدا يستغلها. شو الخطوات اللي بعدها وين بدنا نوصل نحن كمواطنين؟ بس ما هن حاطين نقاط، حاطين اول شيء اقالة المسؤول عن ابرز ازمة اليوم على بلبنان هي الزبالة. صحيح. بالطرقات. حاطين نقاط معينة، حاطين المطالبة بحل بيئة وحل نهائي لقضية النفايات اللي هي مش لبناني صار فايدة كل العالم عندها زبالة ونفايات يعني وكل العالم. إذا حلينا مشكلة الزبالة ما كنا عم نحكي، ونحن حذرنا من نظام أمني جديد وقلنا لهم نحن عملنا معكم ثورة بال 2005 تنخلص من نظام الأمني اللبناني السوري. مزبوط. ما فيكم تجوا تغطوا نظام أمني جديد تقولوا لي هذا باسم الحرية، هذا ما بيصير الحكي. يلي عم بيصير اليوم بده ينوضع حد
لحل تصرفات وهالتجاوزات. هلا طبعا بده ينحط خارطة الطريق لانه تمنضيع هذا البلد. خليني اكون صريح معك اكثر، اذا في وضع مستقر لانه في حدا بمكان ما قرر ما يبعث 500 دولار بالشهر وباروده على الاقل للسوريين يلي عم بياكلوا قتل، عم بياكلوا قتل. ما عم نحكي ممكن يكون في ناس سيئين، بس انت عم بتعاملي ناس كلهم سوا نازحين كله بقلب بعضه على الاساس، معناتها في عم ينخلق بيئه حاضنه. نحن عنا بطرابلس انه بيئه حاضنه للتكفير، شو الحكي هذا؟ بدها تنعمل بيئه حاضنه لشو ما كان يكون. ما تنسي من زمان بجنوب استقبلوا اسرائيل تيخلصوا من ظلم محدد. فاللي عم بيصير عنا اذا ما كان في دوله عم تلتفت فعليا للمواطن وتجي تحميه حتى يحمي نفسه ويحس انه في شيء بده يدافع عنه، السفاره كلها سوا. يعني في عندك خطوات عم بتصير بالداخل السوري خطيره جدا. يعني لحديت هلا مثلا حكون صريح معي، الزبداني، طيب شو عم نحارب؟ عم نحارب داعش هنيك ولا عم نحارب النصرة؟ مين عم بيحارب؟ هلا نحن اذا بدنا ندخل على الداخل السوري، ما نحن عم بحاولونا ذات اساسا النظام المشترك كان مع السوريين اللي اليوم يدعي بانه هو انفصل عن تلك الممارسات، عم بحاولونا لنصير سؤال انا بدي اساله للمتظاهرين، متظاهرين سلميين الى متظاهرين عنفيين، قادرين اذا بدنا نعمل بالحديث عن الشعار الواحد او الخطه الوحده. ما في مواطن بيوعى الصبح المي مقطوعه، بيكون نايم كل الليل الكهرباء مقطوعه، بيظهر بلاقي النفايات بالارض. ولكن اذا بدك خلينا نحكي بكل شيء، اذا بدك تغيري النظام اليوم قادره انت توضعي حد كيف بده يقدر يحط انه انا بس بدي مطلب؟ اكيد هيدا بخليك توصل انه انا ما بقى بدي شيء منكم. يعني بدك تحطي اطار عام، ما قصد مطلب، مش هيك عم اقول لك. لانه اليوم اذا جيتي وقلتي بدنا نغير النظام، النظام اللي اجى جديد قادر يحط حد للي عم بيصير بالزبداني من تطهير اتني؟ شو خص يعني هلا اليوم حتى ما نرجع ناخذ العالم دائما في قضيه اليوم؟ خليني جاوبك، خليني جاوبك. اليوم في شباب عم بيقول لك نحن معركتنا هلا تحرر مش تحرير، ما بيعني ما بيعنينا السياسه والعناوين العريضه. اذا منو قادر الواحد يضمن الوضع الاستقرار الامني، معناتها ما في لزوم يعزب حاله على شيء. طب ما هو اي وقت كل الانظمه اللي تحولها لاستقرار امني استاذ مصباح، عم بتحول مطالب اجتماعيه لاستقرار امني؟ هيدي المطالب الاجتماعيه ارقى واعلى من الخوف والشبح الامني اللي بدهم يهددوا فيه الناس. بدك تعطيني مجال اعطي رايي ولا لا؟ بدك تربطي الامور ببعض لازم نكون واقعيين. اذا بدي اجي انا اقول لك انه والله بدنا نغير النظام مشان بس نحل مشكله الكهرباء والزباله، يا ريت، بس مش الكهرباء والزبالة مرتبطة بالهدر اللي قائم، والهدر اللي قائم من المرفأ للزبالة لكله وعدم الاستقرار. قلت لك ما بدك يخلي ثغرة الواحد أي وقت ينبعت 500 دولار وبارودة يصير في عندك جيش بلبنان. هذا كله بده ينطرح، هيدا اللي بده يتاخد بعين الاعتبار اذا بدنا نوصل لاستقرار والاحترام وضع المواطن. هيدي وجهه نظري انا، حقي اولى وماني نازل على الساحه. وانا اللي عم بقوله انه اللي على الساحه برافو عليهم، الاقل ما يكون انه الواحد يطالب بقصه زباله، اقل ما يكون انه يطالب باوضاعه المعيشيه. لما قالوا عنهم انه هدول اوسخ من زباله قلت لهم لا، الوزير اللي حكى هالشيء هو الزباله ما المواطنين، فحقهم. ولكن بدك تساليني رايي بدي اعطيك رايي. طيب في عدم استقرار، في عندك مين مسيطر بطريقه محدده على النظام؟ طيب لا 8 ولا 14. شو يعني لا 8 ولا 14؟ يعني بده يكون في تصور واضح ونعرف حالنا على اي اساس ماشيين. هلا اليوم امبارح بيقول لك احدهم انه هو والله علق مشاركته بقلب البرلمان. شو معلق مشاركتك؟ كيف يعني؟ ما انتم على كثر ما عم تجتمعوا يعني مطلوب منكم تنزلوا تشاركوا تنتخبوا رئيس. طيب بس ما هيدا اليوم يا استاذ مصباح، هيدا اللي عم بقول لك اياه. اليوم لما السلطه السياسيه مش قادره ومش وما عندها لا القدره لا انها تنتخب رئيس بالسياسه، طالما بدنا نحكي بالسياسه، ما عندها القدره انها تقرر منروح على سوريا ولا ما بنطلع بسوريا، فما فينا نخوف العالم انه لوين اخذيننا على نظام تاني. شو هو اسسه؟ النظام التاني اللي بيأمن اسس اجتماعيه بيقدر كل الامور السياسيه اللي بفكر الواحد انه هي الاساس بالبلد. تقدري توضعي حد للهدر تبع المرفأ اليوم؟ اكيد لما تغير هذا النظام، لما يكون المرفأ وغيره من المرافق قادر ضمن النظام؟ قادر تغير الاشخاص اللي هي باسم المقاومه ماسك البلد. يا ستي شو هالحكي هذا؟ مين عم بيقول بدنا نلغي العالم؟ هن ما عم بيقولوا بدنا نلغي. نلغي حدا، ما حدا عم بيقول بده يلغي حدا، عم بيقول ما بقى بدنا هيدا الفساد بدي بالسلطه. شوف بمعيار، بدي يكون عندك معيار واحد. ما فيك تقولي انا بالاخر بدي وقف فريق محدد وفريق تاني ما فيني احكي معه لانه في عندك وضع محدد. هيدا اللي عم بيصير. مين عم بيقول هيدا اللي عم بيصير؟ ولو مالك شايفه شو عم بيصير انت بالبقاع، مالك شايفه شو عم بيصير بكل المناطق؟ شو الحكي هيدا يلي عم بيصير بالبقاع؟
من فلتان أمني وناس بعدها مسجونة محطوطة بالسجن، هيدا مواطن لبناني لابس كعب والتاني مواطن لبناني زحف يعني؟ جربوا نظام جديد. أي نظام جديد؟ أنا ما عم جرب دلناني. شباب جديد، بدك جربوا أشخاص جديدة. بدكم تشرحوا لي شو النظام؟ أنا اللي عم بقوله أنا ما بقفوت، في عنا مثل بطرابلس بيقول ليه بتلفخ على اللبن؟ قال له الحليب كويني. أنا نزلت ووقعت لمكان السوري هون ونزلنا على ساحة الشهداء ووقفنا مع اللي واقفين وحطينا دمنا على كفنا، طلع بالآخر في مين بده يلقطها. اليوم بدنا ننتبه قبل ما يسوق، بدنا نعرف حالنا وين رايحين وعي أساس. أول شغلة بتكون بدك خارطة طريق واضحة، لما بيكون في خارطة طريق واضحة الكل بيمشي والكل بيتحرك. ردة فعل حقنا بردة فعل حقهم. نعم أستاذ مصباح، هن بيرسموا خارطة الطريق طبعا. اليوم ما في ثورة بتبلش بيعلنوا أنه هيدا الليدر تبعوا للثورة وهيدا خطة الطريق تبعوا لنا، لا، الثورة بتبلش من ظلم. اليوم الشعب اللبناني مظلوم. لدخلك شو كيف بيرسم خطة الطريق خريطة الطريق؟ من شو بلشت الثورة؟ بلشت من ظلم. وين وصلنا؟ اللي قادوا الثورة عم بيركبوا نظام أمني جديد. أنت عم بتقولي صاروا عليهم العالم، مين قال إنه الثورة؟ العينة. بدنا أمور واضحة، بدنا التزامات واضحة، بدنا نعرف حالنا وين رايحين. نحن كليتنا مع تغيير السلطة صارت واضحة قصة السرقات وقصة الفساد وقصة السيطرة على الوضع الأمني وقصة الاستعمال بكل محلات. بدنا نكون واضحين، لما بدنا نحكي 8 و14 ما بدنا اياهم، فعليا ما بدنا 8 و14 لانه بالفعل 14 انت بتعرفي انا وجهة نظري من 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 اكثر من 5 سنين ما قصرت يعني. طيب اليوم كيف بدك تعالجي الوضع بلبنان اذا بدنا نجي نعتبر انه بس حقهم اللي تظاهروا على الساحه ببيروت انه يتظاهروا والباقي كله سوا بدنا نضلنا ماشيين بزنس از يوجوال؟ لا، مش امبارح نزلوا على ساحه النور؟ امبارح مش نزلت شباب بالذات الوقت على ساحه النور، ساحه عبد الحميد كرامه في طرابلس ورفعوا الصوت؟ طيب مش هيدول ذاتهم هن الشباب تبعوا ساحه الشهداء؟ مين قال عنهم مدسوسين؟ مين قال عنهم انه لا يحملون الشعارات؟ مش مناطقيه اليوم القصص. انا منو منطق كمان انه يكون في عندك شباب وكتر خيرهم نزلوا عاملين حراس لحتى ما تفوت زبالة على طرابلس، والدولة موجودة بكل شارع بباب التبانة عندك ثلاث دبابات بعد سنة من شو اسمه هيدي الخطة الأمنية. طيب هيدي الخطة الأمنية ما حلكم ضبوا اللي لازم ينضب ولا خطينا ضد العالم؟ يلي واقع أنه الدولة اللبنانية مثل ما شفنا مبارح والمؤسسات العسكرية اللبنانية موجهة ضد المواطنين اللبنانيين، عم بتقوس على المواطنين بلا ما تكون عم بتقوس أو عم بتضب المجموعات المسلحة اللي هي حميتها. ونحن مرق علينا سنة عم بقلك ما في الهيبة ما بتتجزأ هيدي، مشان هيك عم بقلك بدنا تصور كامل. لأنه إذا بدنا نضلنا نقول أنه والله في عندك الأوضاع فقط المعيشية بدها معالجة، ولكن نحن بالمقابل في فريق بدنا نغسله 100 زوم تنعيش معه، ما اتفق ما انطلقنا يعني، في عنا مشكلة كبيرة. طيب بس هون استاذ مصباح بموضوع خط الطريق، طيب إذا كان الشباب لازم يحطوا عناوين محددة لكي يأمنوا حسن سير هذا التحرك ووصوله إلى بر أمان، البداية من عند الحكومة والنظام الحاكم اللبناني شو لازم تكون؟ يا ستي أول شيء لازم يعلن اليوم، في هلأ بعد شوية كلمة لرئيس تمام سلام، شو لازم تكون؟ يا ستي على الأقل وزير الداخلية اللي مسؤول مباشرة لازم يستقيل. يعني ماني فهمان بشو محصن، على أي أساس محصن؟ شعبيا؟ كيف شعبيا؟ ما هو عم بيقول أنه هو ضد الظلم، بيقلك ما بدي سمنة وزيت عند الموقوفين، وهو عم بيوقفهم عينك بنت عينك. شو يعني؟ يتفضلوا يشيلوه. هلأ بعدين إذا كانت الحكومة مستقيلة بتصرف أعمال يعني مثل بعضها، شو بده يتغير يعني اليوم؟ يعني تدعو لرئيس الحكومة للاستقالة؟ يا ستي أنا أدعو على الأقل وزير الداخلية للاستقالة، وأدعو الحكومة أن تأخذ بعين الاعتبار أنه تغطية الفساد القائم ما حدا بيقدر يقبل حدا، مثل ما قالت هلأ على التلفزيون اللي كنت عم تحكوه أنه بالآخر يا ستي. طيب وزير رئيس الوزراء شخص محترم بس حاطينه بموقع عم بيغطي سرقات وفساد، وهذا منه مقبول. ما المفروض أنه يستمر بتغطية الأمور؟ بده يلاقي لهم حل، أو إذا منه قادر ساعتها بيستقيل بيضلوا بيصرف أعمال. المفروض أنه نوصل لحل، المفروض نوصل لحل. يعني الطريقة اللي ماشي فيها الأمور لحد هلا ما عاد مقبولة. أيضا بموضوع يعني هلا عم يبعثوا لي أحد الأشخاص عم يبعث لي إنه في فيديو مبارح بالليل بيثبت إنه كان في على أحد حواجز القوى الأمنية تحديدا بالمدفون كانوا عم يمنعوا بشكل ممنهج السيارات الآتية من الشمال باتجاه بيروت للانضمام إلى الاعتصام، وكل عم بيقول إنه صاروا على البطيء يقطعوا السير
من قبل 3 كيلومتر يعني و 4 كيلومتر لورا. هذا الشيء طبيعي وانا ما بيفاجئني، يعني هيدي السلطه اكيد عم تخاف على حالها. يا ستي شو اسمه نظام امني؟ لما بيتلفنوا بدك تعملي مثلا اعتصام ببلشوا يتلفنوا للناس وقعد تنزلوا، بيرجعوا هن بينظموا اعتصام. نحن عندنا شو يعملوا؟ يبعثوا لك شي شيخ يعمل اعتصام، يقفوا معه الناس، بعد ما يضبوا الاعتصام يفوتوا يضبوا الناس، تصير بالسجن، ولهلا بعدها موقوفه بالسجن. طيب هيدا ما بدنا نخلص منه؟ هيدا كيف يعني؟ وبالمقابل ممنوع تتحركوا وتنفس القصة كلها سوا، لأنه الشباب قاعدين عم بيطلعوا مصاري وعم بيسرقوا، يستحوا على دمهم بقى، يستحوا بقى، عيب عيب عم مزبوط عيب. لأنه اليوم اللي وصلنا له بالفعل ما بعتقد أنه حتى هالنعمة يلي نحن عم نقدر ناخدها من الظروف الحالية أنه في استقرار بلبنان عم بيلعبوا فيها وعم بيوصلونا لمرحلة يمكن ينهار الاستقرار. بموضوع النفايات، هل لديك المعلومات وهل باستطاعتك أن تعلن أنه فعلاً في توقيع، يعني كل هيدي الأزمة اللي نحن عايشين فيها هي لتقاسم حصص؟ يا ستي ليكي ما بدنا نقول السويد واسطنبول 40% من الكهرباء طالعة من الزبالة. طيب نحن عندنا مشكلة زبالة ومشكلة كهرباء، لا بدهم يحلوا مشكلة الزبالة ولا بدهم يحلوا مشكلة مين كهرباء. مين المسؤول؟ المسؤول في تقاسم، في تقاسم. اليوم بقصة زبالة متهمين فريق، بقصة الكهرباء فريق تاني، بقصة المرفق فريق ثالث، بقصة ما بعرف شو فريق رابع. مش هيك معهم حق الشباب لما بيقولوا طلعت ريحتهم 8 و14؟ مزبوط، لأنه كل واحد قاعد على مزبلة وعامل حاله ديك ما فيك تقربي عليها. بس لما بيكون أغلى طن لم زبالة بالبلد، طب طبيعي أنه معناتها في شيء غلط. ليش حتى ما يكون في مجال، ليش يكون مونوبول للم الزبالة طالما بدهم يشتروها للزبالة؟ إذا عم بيقولوا إنه كل واحد بيجيب زبالة بيقبض عليها هالقد، ما في واحد عنده بيك أب إذا ما بيلم زبالة حتى يطلع مصاري، ما بتقعدي بتلاقي كيس على الطريق. طيب معناتها إنه في مين عم بي، وبعدين قصة المحارق يا ستي، طيب ليه بدكم تعملوا محارق؟ ليه بدكم تعملوا مكبات ومحارق وما بعرف شو؟ كأنه العالم ما معها خبر. الناس اليوم يلي بأنقى جرد موجود، شو عم بيصير؟ بيزو بيقوصوا عليه، لكن رصاص حي هيدا للحفاظ على الاستقرار؟ هيدا بحافظ على الاستقرار؟ بس من مسؤول عن اطلاق الرصاص؟ قلت لك من مسؤول، اللي بيعطي تعليمات، واللي بيعطي تعليمات هي السلطه السياسيه. حسب كل شوي تاني فكره انه في ضابط او عنصر بيحمل البندقيه أكيد وبيتوجه بشكل مباشر برصاص حي ببندقيات اللي يعني اساسا اللي بينزلوا على المظاهرات، ما بيكون الضباط والعناصر ضامنين معاشاتهم مستقبليا؟ الضباط والعناصر منهم اهل بلد؟ منهم مزعوجين؟ ما فيهم يحكوا. بس بالاخر كل مره بيجيبوا لك شي ضابط او شي عنصر او شي مقدم او شي هيدا بحطوه، وهلا بدهم شو بدهم يعملوا كمان؟ بدهم ما بس هيك، بدهم يجددوا يمددوا سنه، بيصيروا كلياتهم مثل ما بيقولوا عندهم يعني المقدم والضابط الصغير هذا ما عنده مستقبل، خلص بس بيحطوه ممسحه لما بدهم يجوا يعملوا مشاكل، بيحملوا مسؤوليه وبيحطوه بالسجن، مثل ما صار بسجن رومي. طلعوا الفله باسم 2-3 وكمل بزنس از يوجوال، الوزير مكمل كانه لا شيء شيء لم يكن. لهلا الناس عم تاكل قتل بالريحانيه، طيب ليه مقبول؟ لهلا في عندك ناس متهمه بسجن رومي لانها نزلت على مظاهره، هيدا بنقبل فيه. انا بتمنى عليهم انه يطالبوا كمان بخروج الناس يلي ما خصها، يلي ركبوا لها ملفات. هيدا كمان مواطن لبناني، ساعتها كل طرابلس تجري عنده، طرابلس اللي شفتيها امبارح على ساحه الشهداء، طرابلس هال 150 شاب يلي رغم كل الظروف الصعبه والضغوط الامنيه عم بياخذوا مبادره ويقولوا نحن جزء من هالبلد، رغم انه في مين عم بيجرب قد ما بيقدر يفصل ويعزل ويعمل ردات فعل طائفيه وردات فعل سلبيه، ولكن المواطن اللبناني كله عم بيدفع ثمن، الكل مظلومين. بس برجع بقول لك لازم يكون في وضوح، لازم يكون في رؤية واضحة، لازم الأسس حتى تحافظي أنت على مصالحك المعيشية والاستقرار هيدي تتاخذ بعين الاعتبار، تما يستغلها فريق ضد فريق ونرجع بعدين نكون بشي نصفي بشي. كل شيء أنا رغم أني بقدر وبحترم وما بشك بقوي دميته لدولة الرئيس وما بشك بنظافته لدولة الرئيس، ولكن ما شغلته هو يحذر، لنحن اللي منحذر، هو موجود رأس سلطة تنفيذية. والناس اللي نزلوا ما المفروض يفوتنا بقصة فريق ضد فريق، لأنه نزلوا بمطالب محقة تجمع الكل. فاليوم منا قصة أنه مع فريق ضد فريق. رئيس الحكومة المفروض يحاسب، هو عم بيقول بدنا نحاسب يلي حصل بالأمس من تطاول على المواطنين اللبنانيين، لأنه لم تجرى محاسبة مسبقا لما حصل ما حصل مع وزير الداخلية. فاليوم محاسبة، بدنا نشوف كيف بدها تكون المحاسبة. ثاني شيء يلي بدنا نقوله انه في خطوات، لما بيقول لك في فريق بيعطل،
طيب انت ما بتقدر تقول انا حفاظا على الاستقرار بغض النظر وبغطي فريق تاني يعني بالمقابل. باختصار كان مطلوب يطلع يعلن استقالة بتاعته باختصار على الاقل لانه اذا استقال هو استقالوا كله يقيل وزير يعني. داخليته او مثل ما قال الخميس اذا ما تمت بس ما انا قصه زباله بس اذا زبطت قصه زباله بدنا نكمل بهالامور بس هي حتزبط على الكاليبر اللي هن حاطينه يعني كمان مش المهم يكون جدول اعمال تضع سلطه سياسيه بمواصفات ما وصفها بالنفايات السياسيه يعني المحاسبة هي لوضع حد السلطة التنفيذية ما شغلتها تحمي الـ 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 السياسيين شغلتها تحمي المواطنين شكرا لك استاذ مصباح الأحدب والكلمة تطلع تبقى لي معك حلقة مرة تانية أكيد أهلا وسهلا فيك الكلمة تبقى لمن هم في الشارع لمجموعة طلعت ريحتكم لموقف مجموعة طلعت ريحتكم اللي بحسب ما عم نشوف بالصور مش راضين على ما سمعوه من بكاء البعض وصفوا البكاء السياسي على الهواء